دشنت كلية البحرين التقنية بوليتكنيك البحرين برامج التلمذة المهنية بحضور عدد من كبار المسؤولين المعنيين. وبهذه المناسبة أكد سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل أن إطلاق برامج التلمذة المهنية من خلال كلية البحرين التقنية بالتعاون مع وزارة العمل وصندوق العمل تمكين تؤكد على الجهود المتواصلة من أجل تطوير منظومة التعليم والتدريب وموائمة مخرجاتها مع احتياجات سوق العمل. برنامج وطني متكامل يحتضن 5 تخصصات تم تفعيلها لتتناسب مع متطلبات سوق العمل، فبرنامج التلمذة المهنية انطلق بالتعاون مع كبرى الشركات في البحرين والذي تقدمه بوليتكنيك البحرين ليكون له دورا فاعلا في إيجاد كوادر بحرينية مؤهلة في هذه التخصصات، فتكون بذلك الخيار الأول في سوق العمل. هذا البرنامج الذي يهدف إلى بناء القدرات والتدريب وصقل المهارات وإعطاء الطلبة والمشاركين في البرنامج المزيج في الخبرة بين العمل الأكاديمي والخبرة على رأس العمل والتدريب. هذا البرنامج يهدف إلى الاهتمام بالعنصر البشري في ظل المسيرة التنموية الشاملة في ظل العهد الزاهر لسيدي حضرة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه، وما يحظى هذا العنصر من اهتمام ودعم من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. هذه الدفعة الأولى من البرنامج تضمن 120 طالب، سيلحقها أيضا دفعات أخرى تهدف إلى تمكين الباحثين من العمل وصقل مهاراتهم وإملاكهم الخبرات والقدرات اللازمة للدخول لسوق العمل البحرين إن شاء الله. الدفعة الأولى من هذا البرنامج على موعد مع برنامج مهني تطبيقي متكامل يقدم العلم والمعرفة المهنية في الوقت ذاته، لتكون هذه المخرجات متمكنة من الولوج إلى سوق العمل بكل يسر. بمشاركة أكثر من 35 شركة في البرنامج، وقدرنا لله الحمد وتوفيقه توظيف أكثر من 150 طالب تلمذة إلى برنامج التلمذة المهنية في تخصصات مهمة، وهي السيارات، الكهرباء، السباكة، اللحام، التبريد والتكييف. ف 150 طالب إن شاء الله راح نبدي فيهم كدفعة أولى، ومع إن شاء الله الأيام القادمة راح نتوسع إلى تخصصات أكثر وطلبة أكثر إن شاء الله بإذن الله. راح نمهد إلى الطلبة شلون راح يكونون في رحلة التلمذة المهنية من أول يوم توظيفهم في البرنامج إلى لما يتخرجون، مع فتح مسارات مختلفة بعد التخرج، لأن بعد التخرج راح تنفتح 5 مسارات مهمة اللي هي إكمال الدراسة أو مواصلة العمل أو حتى يفتحون مشروعهم التجاري. طبعا يعطينا فرصة ان احنا نحصل موظفين بحرينيين عندهم المهارة المطلوبة حق العمل في وظائف معينة حاليا حكرا انها صايرة على الاجانب. هذه راح يعطينا فرصة اكبر ان احنا نقدر نتوسع في اعدادنا في توطين بعض الوظائف خلينا نقول، وهذه في نفس الوقت يعطينا فرصة ان احنا يكون عندنا بحرينيين من هذا المجال من جهة معينة، لان مثل ما تشوفين في الوقت الحالي تلمذة يهيئ الطالب انه يكون موظف في المستقبل. الدراسة بروحها ما تهيئ طالب، الجامعة تكفي غرض الدراسة مو الشغل. وقت اللي يروح يتخرج الطالب من الجامعة يروح الشغل يحتاج إلى فكرة عن طبيعة العمل، عن قوانين وزارة العمل، فهاي البرنامج يهيئ الطالب إنه يكون موظف، مو بس يكون دارس تخصص، يكون عنده فكرة عملية ودراسية. الكفاءات الوطنية المتخصصة مطلب ضروري وملح يحتاجها أصحاب العمل لتحقيق الجودة الشاملة والإنتاجية المتزايدة، فطرحت بوليتكنيك البحرين النسخة الأولى من هذا البرنامج لإيمانها المطلق بأن فكرة التدريب المهني للطلاب البحرينيين سيضع لها بصمة واضحة في تطوير بيئة الأعمال في مملكة البحرين. برنامج التلمذة المهنية يشكل انطلاقة مهمة لإحداث التوازن بين حاملي الشهادات الأكاديمية والشهادات المهنية، ما يفتح المجال لشغل العديد من الوظائف الفنية والحرفية ذات الأجور المجزية وحصولهم على شهادات مهنية احترافية. خولة الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.